السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتحدث إليكم من مقديشو عاصمة الصومال بعد أن انتهيت من زيارة ميدانية لليمن ومدنها الكبرى صنعاء وعدن والحديدة ولحج. اليوم نتحدث عن معاناة ما يقرب من 20 مليون نسمة من الشعب اليمني يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والماء السائق للشرب والأمن المجتمعي والسلم والسلام المجتمعي. بالإضافة إلى هذا هناك حالات شخصت لمرض الكوليرا في كل من صنعاء وعدن والحديدة ومحافظة أبين، قد أعلنت حالة طوارئ منذ يومين خوفا من انتشار مرض الكوليرا أو وباء الكوليرا في أبين. الأمر الإنساني في اليمن جد خطير، لا يستحمل منا التخاذل أو التقاعس أو الإهمال. نحن نتحدث عن حالة 20 مليون نسمة من شعب يعاني من سوء الخدمات الصحية الطبية، المياه الصالحة للشرب ونقص حاد في الغذاء. أنا أنادي بشدة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجميع الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن يذهبوا لزيارة هذه المدن وغيرها من تعز وإب وغلافه لكي يطلعوا بأم أعينهم عن الحالة الإنسانية للشعب اليمني الذي يعاني في صمت ويموت في صمت. اليوم لابد أن نقف وقفة إنسانية مع الشعب اليمني كي لا نتأخر عليه. ساعدوا اليمن اليوم، ساعدوا اليمن اليوم، ساعدوا اليمن اليوم، وإلا ستحاسبنا الإنسانية والتاريخ عن إهمالنا وتقاعسنا من نصرة الشعب اليمني وإنقاذه من هذه الكارثة المحققة. فنهب جميعا ونقف جميعا مع أبناء الشعب اليمني وندعمهم بالعمل الإنساني لكي نستطيع أن ننقذ أكثر ما ننقذ إنقاذه من أطفال ونساء ورجال وشيوخ الشعب اليمني. ساعدوا اليمن اليوم، ساعدوا اليمن اليوم، ساعدوا اليمن اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.